احنا ليه بنضحك؟ انا مش عارف. عارفة؟ فاكر انك كنت بتحاولي دايما معايا ارجع للدراسة. ايوة تمام. وفي الاخر حصل اللي عايزاه. المهم انك توصل. تمام شكرا. جاهز؟ يلا بينا. ماشي خليني اطلع الاول من المرة دي. ماشي اللي انت عايزاه. زي ما تكون قنبلة وانفجرت هنا. أيوة جايز ده حصل. يلا نقدر نعدي من هنا. الباب معلق. طيب خليني. لا أنا هتصرف هتصرف. شفت قلتلك. شفت زي ما قلتلك أنا هتصرف. تمام تمام هايل. شكرا. طيب هو انت محتاجة القطعة دي قد ايه؟ ماشي قربنا نوصل مش هنتراجع دلوقتي. انا بسأل بس. دلوقتي عرفنا طريق الدخول المسوخ. في حد لازم يتعلم ازاي يركن. شكله أمان. يا خبر تحصينات زيادة في كل حتة. افحص المباني. شايفة مبنى العلوم قداني هناك. لازم نعدي من الحواجز دي. هاي شباك مفتوح تاني. تمام يلا خليني ارفعك لفوق تاني. بس المرة دي ما تطولش في انك تلاقي حاجة تتسلق عليها. ايوة بالظبط. تمام ماشي. استنى حاول ما تجذبش انتباه المسوخ المرة دي تاني. اكيد. هشوف انا اعمل ايه. سارة سارة استني. يلا يلا. لا 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 لا. سارة مش ممكن. سارة سارة سارة. لا مش ممكن. لا سارة سارة انت رحتي فين؟ تعالي ردي عليا. في حاجة حصلت لك؟ سارة سارة سارة. استني مش مصدقة كان فيه عدد كبير منهم وكانوا بيقربوا. تمام أنا مفيش حاجة مفيش حاجة. يلا بينا. بقيت كويسة. يلا بينا احنا قربنا. هو ده مبنى العلوم. تمام واضح ان المكان ده مقفول كويس قوي من جوه.
أكيد في طريقة عشان ندخله. أنت متأكدة أنك بخير؟ أيوة، قتلت مسوخ قبل كده. لا أنا عارف عارف، أنا بس طيب هتقدر تفتح الباب ده؟ لا ده مشوش من جوه. نلف حوالين المبنى، أكيد في طريقة للدخول. أنا قلتلك حد أكيد قفله كويس من جوه. لازم نشوف صح؟ لا تمام تمام بص ده ما بيفتحش زي باقي الابواب. ايه ده؟ ممكن ثانية؟ ايه اللي بيحصل؟ بس دول اكيد مراوغين. في مراوغين جوه وده معناه ان في طريقة تانية من فوق السطح. يلا السقف اوطى الناحية دي. أيوة لازم بس هنلاقي طريقة نطلع بيها. سارة تعالي ساعديني نزق دي، هتساعدنا في إننا نطلع. تمام مستعدة؟ أيوة يلا زقي. كده كويس؟ يلا يلا امسكي نفسك. فهمتي؟ ايوه ماشي جهزي، المراوغين هياكلوا الغرف واحنا هنكون من هنا. ايه قصدك ايه؟ حد يعملوا هيقتلوكي. ده آخر واحد. استمتعت ها؟ ايه نقتل المراوغين؟ لا بس انا قصدي انهم هيزعجونا جدا ومش هيسكتوا فعلا. انت عندك حق. يلا اديني ايديكي. تمام استني استعدي. هشوف ده. تمام دول مش مزعجين بس ريحتهم وحشة كمان. أيوة حاول تعيش زيهم وهنشوف ريحتك بعد سنتين. لا شكرا. فين فين روح فين؟ انا مش فاهم، مفيش اثار للرصاص او العنف او الهجوم. نبات سام. يا خبر
هنا. هو ده الطارد المركزي اللي بتدوري عليه؟ ايوه هو ده. يلا ماشي. لازم اخبي الموتوسيكل بطريقة احسن. تمام يلا نعمل كده. طيب خليكي زي ما انتي ونزلي دماغك. ايوه فكرة حلوة. بصوخ بصوخ خبوا منهم. هولع فيك يا بخير. ماتوا. كان بقى فاضي. يلا نتحرك. ديك نوطي راسك. ماشي فهمت. مروغين تاني. دول مسكوه. يا اخبار الزخيرة. عندي كفاية. عندي بلوتوف. خدي بالك. كان فاضي. يلا نتحرك. استنى لحظة، لازم ألاقي جهاز الطبيعي. ماشي ماشي تمام. لقيته. يلا بينا. يا خبر، ده كان مسدس كبير قوي. أيوة أخدت بالي. أعداد أكبر كتير. لازم نخلص منهم قبل ما نوصل للموتوسيكل. معاكي قنابل دخان تاني؟ أيوة. من هنا هتقدري تشوفي الجراج كله. شوفي أنا همشي فين وارمي القنابل قدامي. فهمتي؟ فهمت. ماشي يلا بينا. كنا هنموت.
جاهزة؟ أيوة. هو فين؟ دي بالك قنبلته هناك. أنا منسحبة. خليكي فوق، ولعي بس النار وأنا اللي هعمل ده. ماشي استني انا جاي لك. انت كويس؟ هو انا تمام؟ مالك في ايه؟ مش عارف، افتكرت اليوم اللي قابلتك فيه وضربت نار من مسدسي في الهواء عشان اخوف الحيوانات، وكنت خايفة جدا وبطلتيش تترعشي. ايوه حاجات كتير اتغيرت. تمام يلا لازم نمشي من هنا. في ايه اللي حصل يا سارة؟ الكلام ده معناه ايه؟ بصي اسمعيني، انا فهمت في حاجات اتغيرت، كل شخص كنا نعرفه ومشي، بس ده ملوش تفسير. يفسر ايه يا ديكن؟ يفسر ليه الرجاله العنصريين مسميني ساحره جزيره ويزرد؟ اسمعي انا مش مهتم بده، انا ما حصليش حاجه اكتر من اللي حصل لكل اللي عايشين على الكوكب ده. ماشي تمام زي ما قلتي. ما تمشيش من غيري. بكرر انا هنا. استنى من هنا. أنا جاي. ممكن أقول لك شكراً؟ لا تمام. أنا كنت عايزاك بس تعرف كنت محتاجة ده قد إيه. في أي وقت